السيد الرئيس السيد المستشار المحترم اولا لا يمكن ان نتحدث بهذه الصيغه ونقول ان هناك دكاتره معطلين لان اليوم موضوع الدكتوراه هو من المواضيع التي فتحنا فيها ورشا وطنيا كبيرا جدا من اجل اصلاح سلك الدكتوراه وفي هذا الاطار يمكنني ان اؤكد انه اليوم لدينا تشخيص لمراكز دراسات الدكتوراه على المستوى الوطني وهذا التشخيص اليوم الذي بين ان لدينا اليوم 58 مركز على المستوى الوطني 58 مركز بتقريبا 26 ألف باحث لاول مره يكون لدينا احصاء وطبعا عندما نقول احصاء على المستوى الوطني هناك كذلك احصاء في الحقول المعرفيه اللي فيها هذه المجالات الاشتغال. بالنسبه للحكومه بذلت مساعي كبيره من اجل توفير مناصب ماليه في الجامعات وهنا يكفي ان اذكر انه منذ سنه 2012 الى 2016 تم احداث 2100 منصب هذا في اطار الاحداثات الخاصه بالجامعه بالتعليم العالي. اما بالنسبه لمناصب التحويل الخاصه بالموظفين الدكاتره فقد بلغت 1280 هذا نعتبره مجهودا استثنائيا تم القيام به في هذه السنوات الثلاث الاخيره من اجل توفير مناصب ماليه في يعني مستوى يعني التحديات. وشكرا. أخرى أنه اليوم القانون المغربي التي تم المصادقة عليه في البرلمان أن التوظيف هو بالمباريات واليوم الولوج إلى التدريس في الجامعات هو غير مستثنى يعني هناك مباريات تنظم وهذه المباريات يتقدم إليها الدكاترة من مختلف التخصصات. طبعا كنأكد بأن الحكومة بذلت مجهود استثنائي لتوفير مناصب مالية لأول مرة في تاريخ المغرب كيكون عندنا في 2015 1335 منصب 500 يعني بالتحويل و500 احداث و300 تعاقد مع دكاتره باحثين ويعني و300 قلت 330 تعاقد مع دكاتره باحثين فهذا مجهود استثنائي بذاته هذه الحكومه لتوفير هذه المناصب. طبعا هذا المجهود سيستمر في الميزانيه وفي السنه الماليه 2016-2017 بتوفير اكثر من 1500 منصب وهذا كنعتقد انه مجهود كبير. اما الولوج فهو ولوج بالمباراه كينظموا القانون اكثر من ذلك اليوم حنا سلك الدكتوراه لوعينا بان المشتل ديال الدكاتره والباحثين هم اساتذه المستقبل وهم باحثين المستقبل. فتحنا ورش لاصلاح هذا السلك واستطعنا فعلا انه يكون عندنا نظره تشخيصيه عن واقع البحث الجامعي في المغرب عن مجالات التخصص الى اي حد تستجيب الاولويات الوطنيه الى اي حد تستجيب المحيط الاقتصادي والاجتماعي وللجماعات يعني احتياجات الجماعات الترابيه والجهات. فهناك اذا مجهود كبير وكنعتقد ان قاعده المعطيات اللي كنتوفروا عليها اليوم بعد الاشتغال فيها في اكثر من 12 شهر وحنا كنشتغلوا عليها عندنا قاعده معطيات اللي ستمكننا من اصلاح عميق لهذا الورش واللي اكيد غادي تساهم بان الطلبه ديالنا والباحثين ديالنا ياخذوا مكانتهم الطبيعيه في المجتمع. فاليوم ماشي فقط كاينه غير الجامعات العموميه ولكن كاينه جامعات عامه كاين كذلك جامعات في اطار الشراكه وكلها في حاجه ماسه الى اطرنا لتشكل النواه الحقيقيه للبحث العلمي. شكرا.